الفقراء اللي من أجلهم خلقت المقصة ما استفدوا إلا ب20%، والميسورين الذين لا علاقة لهم بنظام المقصة استفادوا بالثلثين. السؤال واضح والاختيارات واضحة. كاين واحد الاختيار نقولوا دي غادي نخليوا النظام بالمقصة وباسم الفقر والفقراء نصرفوا المليارات دون أن يروا الأثر الكامل لهذه المليارات على حياتهم. الاختيار اللي نهجته الحكومة قالت ودي أنا من هنا حتى النهاية الولاية ما غاديش نحيد النظام بالمقصة، ولكن سأعمل على تسقيف الأسعار، غادي نزيد بواحد الأقدار في المواد اليوم لهذا اللي كتدعم، وفي الجانب الآخر هاد المواطنين غادي يستفدوا من دعم مباشر يساوي أضعاف المضاعفة تكلفة هذه الزيادات المحدودة من هنا 2026 في المواد المدعمة. هذا هو الاختيار الحكومة دارته. واش هذا الاختيار ما فيش رأي آخر كيف قال السيد الوزير؟ كاين دليل على أنه في ظرف 30 سنة كان واحد الاختيار سياسي، وهو أننا نحيد الدعم نتاع المواد السائلة، وقلت فيه رأيي وأعيده، لأنه المواطن المغربي اللي خصو الدعم اللي عنده وضعية نتاع الهشاشة ما تيستهلكش 3 البطاطا ونص اللي تدعمهم الدولة. هذا هو الكونستا. الدولة اليوم الكل فوايي تتخلص 3 البطاطا ونص. 3 البطاطا ونص الوضع اش فيه؟ واحد تاكلو وتستهلك واحد البطة، واحد تستهلك 6. دونك وباسم هذاك الواحد اللي فقير ويستحق الدعم كنوجهوا الدعم لواحد اخر اللي تاخذ 6. هذا هو الواقع نتاع المقصة. واش نصلحوه ولا ما نصلحوش؟ نقولوا الحقيقة كما اتيت وكما قصدت. أن الموارد البشرية، أن المعلم والأستاذ والطبيب والممرض والأستاذ الجامعي هما محور كل إصلاح. إصلاح كيف ما بغيتي الشيء الآخر، إلا ما كانوا شهادوا تشتغلوا في ظروف حسنة ما يمكنش نواصلوا المسار، ما يمكنش. وبالتالي ماشي اليوم لأنه كاين واحد الاختلاف قد يكون جوهريا مرتبط بالنظام الأساسي بهذا الوضعية المادية، ونقوله بأنه المقاربة نتاع إصلاح التعليم ما خداتش بعين الاعتبار القانون الإطار، بأنه كان أخصنا نرجع عود الحوار المجتمعي. الحوار المجتمعي دام لسنوات حول التعليم وتوج بالقانون الإطار اللي جاء للبرلمان، والحكومة من واجبها أن تنزل هذا القانون الإطار وتحمل المسؤولية نتاع في التنزيل. إذن هذا هو المقارب. وأضف إلى ذلك أنه أكيد المحطة الأخيرة والتزام هذا أخذه رئيس الحكومة أمام المركزيات النقابية بأنه غادي يفتح حوار قبل نهاية السنة ويكون وصل لصيغته النهائية قبل شهر مارس باش يدخل حيز التنفيذ في السنوات المقبلة، وغادي يعني جميع الموظفين بما فيها إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل.